إدارية من أجل تطبيق البروتوكول الصحي في ظل هذا الارتفاع ديال الإصابات في في المغرب. قامت مجموعة مدارس جورج وريس بتنفيذ البروتوكول الصحي بشكل صارم، حيث التزم الجميع بارتداء الكبابة مع توفير المعقمات وجميع المسائل الوقائية من أجل أن نتفادى الإصابات. كما كيعرف الجميع المذكرة كتقول بأن يمكن طبق الدراسة عن بعد إلى كانوا أزيد من 10 إصابات في المؤسسة لمدة أسبوع أن يتوقف الدراسة وأن يكون التعليم عن بعد، أو 3 إصابات بالنسبة للقسم واحد. فلهذا لجأنا أننا نطبق إجراءات الوقائية تنفيذا للمذكرة الوزارية. الحمد لله باش جدنا حتى شي اصابات، والمديريه الاقليميه للتعليم المرشيد كتوصي بان اي اصابات اللي تسجل داخل المؤسسه اننا نخبروها فورا، نخبروا المديريه باش نفذوا اجراءات ديال 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 البروتوكول الصحي. كنقولوا لجميع الاباء واولياء الامور اننا يكونوا يتخاوا الحيطه والحذر، وانه ينفذوا الاجراءات ديال الاجراءات الوقائيه باش تفادوا الاصابات وتفادوا مخلفات او معيقات ديال التعليم عن بعد.